مشاهدينا نتابع الآن لقطات مباشرة من مرفأ بيروت، حيث اندلع حريق كبير بعد أكثر من شهر من انفجار بيروت الضخم. إذن مشاهدينا نتابع الآن هذه اللقطات المباشرة من نفس موقع الانفجار الذي حدث منذ أكثر من شهر من مرفأ بيروت، والآن يندلع حريق كبير أيضا بعد فترة الشهر على الانفجار الذي لم تكشف كل أوراقه بعد، وما زالت علامات الاستفهام حول هذا الانفجار. وأتحدث هنا عن الانفجار الأول والذي حدث أو وقع في 4 أغسطس الماضي، مخلفا وراءه خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني المدمر بالأساس. ما زلنا ما زالت الآثار آثار انفجار بيروت في 4 أغسطس الماضي، ما زالت هذه الآثار مستمرة حتى الآن، وما زالت التداعيات مستمرة أيضا، ولم تكشف تفاصيل عن المتسبب في هذا الانفجار أو عن أثاره على الاقتصاد اللبناني. الآن بعد نحو الشهر تندلع حريق آخر. وكما نتابع الدخان الكثيف يتصاعد من مرفأ بيروت بعد اندلاع هذا الحريق الكبير، وهو حريق يبدو ضخم وقريب جدا من مركز الانفجار الأول. معنا من بيروت كلودي أبي حنة عبر الهاتف مراسلة الغد. كلودي، يعني إذا للمرة الثانية بعد نحو الشهر يندلع حريق كبير، هل من تفاصيل حول ملابسات هذا الحريق هذه المرة؟ ما زال الحديث عن الانفجار الأول لم ينتهي حتى الآن، ومطالبات بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت للوقوف على أسبابه وملابساته ومن يقف وراءه. وأيضا ما زالت بيروت تلملم جراحها جراء هذا الانفجار الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وترك بصمته أيضا على الاقتصاد المدمر. وما زالت هناك جهود دولية تبذل من أجل الكشف واحتواء أثار هذا الانفجار. الآن وقع حريق هائل بالقرب من مركز الانفجار الأول من مرفأ بيروت، وكما نتابع في الصور يبدو حجم الحريق هائل بالفعل. وللوقوف على المزيد من التفاصيل المتوفرة حتى الآن تنضم إلينا كلودي أبي حنة مراسلة الغد. كلودي، هل من تفاصيل حول هذا الانفجار والذي يقع بالقرب من مركز الانفجار الأول؟ في الواقع يعني التفاصيل هي هذه الصور التي تم تناقلها سريعا، لأن الحريق غطى بدخانه الأسود سماء بيروت والمناطق المحيطة وصولا إلى منطقة كسروان، لأن كل المناطق المحيطة في بيروت ضواحي بيروت الجنوبية والشمالية والشرقية تشهد هذا الحريق الكبير.
الموجود المندلع من الحريق، وأيضا وصولا إلى منطقة كسروان تلقيت اتصالات من أشخاص مقربين يقولون ما هذا الدخان الذي يأتي من بيروت. كما علمنا وحسب المعلومات الأولية أن هذا الحريق مندلع في مرفأ بيروت في المنطقة الحرة في منطقة بيروت، حيث يبدو أن هناك بضائع تم اندلاع الحريق فيها، ولكن يعني نترقب معلومات أكثر دقة لمعرفة أسباب هذا الحريق الهائل المندلع في مدفأ بيروت. يعني يبدو بالفعل أن المعلومات أولية والصور يعني فقط هي من تتحدث عن الـ هذا الحريق، لكن هل سمع دوي انفجار أم أنه مجرد حريق حتى الآن؟ لم يسمع دوي انفجار، فقط الحريق، والصور سبقت المعلومات، الفيديوهات سبقت المعلومات. وصلتني فيديوهات لهذه فيديوهات أرسلتها للقناة، وكان يبدو من خلالها أن الحريق كبير جدا، وبمجرد أن يقف أحد سكان العاصمة أو سكان المناطق المجاورة للعاصمة أن يقف على النافذة يستطيع أن يرى الدخان الكثيف المتصاعد الذي غطى سماء العاصمة بيروت وكذلك المناطق الرخيصة. علمت من أحد الأشخاص المتابعين كما ذكرت أن هذا الحريق مندلع في المنطقة الحرة، أي منطقة حرة في مرفأ بيروت، كل المرفأ مدمر حاليا. نود أن نعلم إذا ما كان هناك أيضا مواد متفجرة هي التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق، أو أنه نتيجة وجود بضائع تم استخدامها في الفترة الأخيرة، لأننا نعلم أن المرفأ عاد إلى العمل في جزء منه لاستيراد بعض البضائع التي يعني يحتاجها اللبنانيون، ولكن لا نزال الآن أمام اللحظات الأولى بهذا الحريق لكي نقف على حقيقة أسبابه وما الذي حصل كي يندلع هذا الحريق. أيضا منذ بضعة أيام اندلع حريق آخر، ولكن تمكن الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني من إخماده في وقت سريع جدا. الآن يبدو هذا الحريق أكبر بكثير من الحريق الذي اندلع قبل أيام، ونحاول يعني التثبت من أسبابه لتحديد ما الذي حصل بالفعل في المرفأ. ابقي معنا كلودي أبي حنة مراسلة الغد من بيروت، وينضم إلينا أيضا من هناك بشارة خير الله الكاتب والمحلل السياسي. سيد بشارة، يعني حتى الآن لا يزال شبح الغموض يلف الانفجار الأول، برأيك ما الذي حدث هذه المرة؟ يعني أولا صباح الخير، لا معلومات عن ماذا حصل بالتحديد، إنما ما نراه في العين المجردة أن سماء بيروت، سماء المرفأ يعني وبيروت والضاحية المحيطة بها تتشح بالسواد نتيجة هذا الحريق الضخم. يبدو هذا الحريق أضخم من الحريق الذي سبق انفجار 4 آب، لا سمح الله يكون في انفجار ثاني. إنما المستغرب في الأمر أنه لا توضيح من قبل المعنيين، من قبل الأجهزة المعنية. يعني يجب على الأجهزة المعنية والمولجة بحماية مرفأ بيروت أن تضع اللبنانيين في الصورة. هناك حالة من الهلع الآن، يعني بيروت رح تفضى 5 دقائق، كل الناس عم تهرب لأنه بتخاف، لأنه الانفجار 4 آب بدأ بحريق ثم انفجرت العقوة الكبيرة. اليوم هناك حالة من الهلع، كل الناس ركضوا يفتحوا شبابيك بيوتهم ويتركوا بيوتهم ويفلوا. هذا مش مقبول. على الأجهزة الأمنية إحاطة الرأي العام علما بما يحصل، على المعنيين سياسيا القيمين سياسيا على البلاد، يعني السلطات الدستورية، وأعني تحديدا هون القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية، أن يدعو إلى اجتماع فوري هلا بهذه اللحظة ويحدد لماذا احترقه ويشرح للرأي العام ماذا يحصل. مش مقبول، الناس عايشة على أعصابها وحالة من الهلع كبيرة، والسلطات ما بتعرف شيء وما معها خبر شيء. سؤال كبير طرحته ناس كتار بظرف شهر ونص من يوم الانفجار لهلا، صرنا مكررين عشرات المرات إنه كل المعلومات تفيد بأن ما انفجر في المرفأ هو كناية عن 300 طن من نترات الأمونيوم، إضافة إلى ما بعرف شو مواد مشتعلة ومواد قابلة للتفجير، من أصل 2750 طن. فإذا عمليا في 2450 طن
من نترات الأمونيوم بعده لهلأ مجهولين المصدر. صرنا سائلين كل السلطات بالهواء وخارج الهواء وعبر الإعلام وعبر كل الوسائل الإعلامية الأجنبية والعربية والمحلية أين 2450 طن من نترات الأمونيوم، وين موجودين، بأي حي، بأي ضروب، بأي عنبر، بأي عبارة، بأي كونتينر، بأي كنيسة، بأي مسجد، بأي ديبو، بأي مستودع، عند أي حزب. لازم حدا يخبرنا، لازم الدولة تخبر الناس وين هل تلفون طلعون على شي جرد تلفون ردون على بلد المنشأ جهة أمنية صدرتهم، بحق له الرأي العام يعرف وين البقوة، حتى بالقليلة يكون في حد أدنى من الاطمئنان، نعيش حالة من الخوف اليومي على المصير ونعيش على القضاء والقدر. يعني ما في أمان، سلطة فاشلة ما بتعرف وين الله حطتها، بالهم بنهب خيرات هذه البلاد وفقط لا غير، مؤسف. وإن شاء الله يخلص الحريق على حريق وما يكون انفجار، صارت الناس ترضى بحريق، المهم ما يكون انفجار وترجع القصة من نقطة الصفر. طب سيد بشارة، يعني هل برأيك تمت عمليات التأمين في أعقاب الانفجار الذي حدث في الرابع من آب الماضي؟ هل حدثت عمليات التأمين الكافية حتى لا يتكرر أي شيء في هذه المنطقة، حتى لا يحدث حريق، يعني الابتعاد أو إبعاد المواد المتفجرة أو ما يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الحوادث؟ سيدتي، هذه الطغمة الحاكمة عندنا يطح عليها القول. أسمع كلامك يعجبني وأشوف أفعالك أستعجب، فهيدي سلطة الحكي، لكن الأفعال كلها أفعال تضر باللبنانيين وتضر بسمعة لبنان وتضر بصورة لبنان في السياسة وفي الاقتصاد وفي التصرفات وفي كل شيء مع الأسف. طيب طبقا للمعطيات، كيف تفسر الأمر؟ يعني هل هو بالفعل حريق ربما نتج عن بعض الإهمال، أم يمكن أن يكون شيء آخر؟ يعني هناك احتمال، هنا نتكهن لا معلومات حتى اللحظة، في الاحتمالات هناك احتمال أن يكون ناتج عن إهمال، وهناك احتمال آخر أن يكون هذا الحريق ناتج عن اكتشاف بعض المواد وقرار تلفها بأرضها، لكن هذا احتمال ضئيل، لأن كان يفترض بالأجهزة الأمنية وبالسلطات المعنية أنه تعلم الرأي العام إذا كان في شيء من هالنوع. يعني إذا كانوا هم، إذا كان هذا الحريق مفتعل لتلف بعض المواد كان لازم يخبرونا، وما بعرف إذا المكان السليم للتلف هو العاصمة. يعني هيدا كمان احتمال، لكن احتمال مستغرب. بيبقى الاحتمال الاول وهو الاهمال، يعني سوء الاداره وسوء وسوء التنسيق بين الاجهزه وسوء كل شيء يؤدي الى ما نصل اليه يوميا. ومع الاسف لبنان بلد المفاجآت، ننام على كارثه نصفو على كارثه اخرى تنسينا ما قبلها. لأن السيد بشارة خير الله الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من بيروت سمير منصور الكاتب والمحلل السياسي. سيد سمير، يعني بشكل مبدئي وبشكل أولي فقط من خلال قراءة الصورة، كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني حدوث حريق في موقع كان فيه انفجار كبير لم تكشف أوراقه حتى الآن. صح، ولا شيء رسمي عن المسؤولين حتى الآن، ولكن مفهوم أن الحريق ليس فيه خطر انفجار، إن شاء الله يكون الكلام صحيح على كل حال. ولكن يبدو واضح أن هذا الحريق هو من تداعيات زلزال الرابع من آب. هناك حاويات مكبسة في مرفأ بيروت، وهناك جوانب تعمل بشكل طبيعي كما أعلن مسؤولو المرفأ قبل أيام، ولكن الأمر يشبه مبنى أصيب متصدع هبط وهو يعاد أثناء إعادة الترميم. هذا يشبه ذاك الحريق الذي يحاول رجال الإطفاء إخماده. يبدو أنه وكما فهمنا من أكثر من مصدر أنه لن يشكل خطر انفجار إن شاء الله. لكن
هل تعتقد سيد سمير أنه يمكن أن تدخل جهات خارجية للتحقيق أيضا في هذا الأمر في هذا الحريق؟ لا مانع على الإطلاق، بالعكس أي تحقيق يمكن أن يؤدي إلى معرفة الأسباب هو يحول دون تكرار مثل هذه المشاهد حياة. ولكن هناك إهمال، هناك تهاون، الكل يعرف أن 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 المسؤولين في واد والمواطنين في واد آخر للأسف حتى الآن ومنذ الرابع من آب لم نرى مسؤولا طلب على الناس ليخبرهم إلى ما آلت إليه على ما آلت إليه التحقيقات في شأن زلزال الرابع من آب. طيب يعني مرة جديدة يثبت المسؤولون فشل ذريع في مواجهة على الصعيد السياسي. كيف يلقي هذا الحريق أو ما الذي يضيفه إلى المشهد المضطرب بالفعل؟ بدون شك أنه يرخي ظلاله على الواقع السياسي، المشهد السياسي المتأزم أصلا نتيجة كوارث، منها المياه الاقتصادي ومنها زلزال الرابع من آب، والوضع استثنائي يواجه للأسف الشديد بتحرك أقل من عادي. طيب سيد سمير منصور الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك، وأعود مرة أخرى إلى مراسلتنا كلودي أبي حنة من بيروت. كلودي، هل اتضحت تفاصيل أكثر سواء عن ملابسات أو عن أسباب هذا الحريق أو عن جهود احتوائه أو جهود الإنقاذ وإخلاء المناطق المجاورة؟ نعم، أعلن الجيش اللبناني قبل قليل أن الحريق اندلع في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت في مستودع للإطارات والزيوت، وهذا الأمر يفسر هذا الدخان الكبير الذي غطى سماء العاصمة بيروت والمناطق المحيطة. إذن في مستودع للزيوت والإطارات اندلع هذا الحريق، وأكد الجيش اللبناني أنه يعمل على إخماد هذا الحريق وأنه سيتم استخدام الطوافات من أجل إخماد هذا الحريق. الآن يعني اتضحت ملابسات هذا الحريق، ولكن من الواجب أيضا اتضاح أسباب اندلاع هذا الحريق، لماذا اندلع وكيف اندلع في منطقة من المفترض أنها منطقة تحصل على اهتمام من مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة فيها بعدما حصل فيها الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس. هذا هو السؤال المطروح، لماذا اندلع هذا الحريق في هذا المستودع؟ لماذا ليس من هناك أي شروط للأمان وللسلامة العامة في هذا المكان؟ ونعلم من المخاطر كبيرة، يعني مجرد اندلاع هكذا حريق هائل في هذا المستودع، هذا الأمر يؤدي إلى انعكاسات سلبية وسلبية كبيرة على المنطقة، منطقة المرفأ وكل المناطق المحيطة، ويعزز عامل فقدان الثقة أيضا للمسؤولين عن منطقة المرفأ. كيف يندلع هذا الحريق ولماذا ولأي أسباب؟ هذا الأمر الذي نترقب لنعرف ماذا سيقول المسؤولون المعنيون بمنطقة المرفأ. وأذكر بأن الجيش اللبناني أعلن أن الحريق اندلع في مستودع للإطارات وللزيوت، ونود طبعا أن نعرف أن الحجم كبير جدا، يبدو أن المستودع كبير جدا، من أجل ذلك يعني نرى أن الدخان ويغطي سماء العاصمة بيروت وأذكر سماء المناطق المحيطة وصولا إلى منطقة كسروان. نحن في مرحلة في لبنان شديدة الحرارة، هذا الأمر أيضا يسهم في أن يكون الحريق كبيرا جدا، وأيضا يعني في عامل الهواء الذي يؤدي إلى اشتعال النيران أكثر فأكثر. ماذا عن جهود الإخلاء المباني المجاورة ومحاولة الحفاظ على حياة السكان؟ اللبنانيون والمواطنون يراقبون هذا الحريق، طبعا يعني الظروف مختلفة عن وقوع الانفجار. الحريق هو موجود في مكان معين في المرفأ كما ذكرت، في مستودع في المنطقة الحرة، ولكن الدخان هو الذي يغطي سماء العاصمة، لا يبدو أن هناك مخاطر على المناطق المحيطة نتيجة هذا الحريق، ولكن طبعا التحسب والترقب لأن اللبنانيين تعبون خائفون،
دائما يتوقعون الأسوأ. هذا الأمر الذي يعني دفع إلى إبداء المخاوف الشديدة بعدما اندلع هذا الحريق. وكانت هناك يعني الكثيرون بدأوا يصورون دائما يعني على أعصابهم اللبنانيون في هذه المرحلة، دائما يخافون من أن تحصل حوادث أخرى متكررة للمآسي التي يعيشونها والتي هي متتالية. دائما يتوقعون الأسوأ في هذه المرحلة. أتى هذا الحريق وردود الفعل مع هذا الحريق أيضا عكست هذه الحالة التي يعيشها اللبنانيون، يعني لم ينتظروا أن يعرفوا الأسباب إذا ما كانت أسبابا خطرة بالفعل أم أسبابا موضوعية، ولكنهم بدأوا يعني يتصلون ببعضهم البعض يسألون ماذا يحصل، ما الذي سيحصل، غادروا بيروت، توجهوا إلى مناطق أخرى. هذه المخاوف، هذا الحذر الكبير لدى اللبنانيين كله نتيجة ما عاشوه ويعيشونه في الأشهر القليلة الماضية والتي كان تتويجها في انفجار المرفأ في الرابع من شهر آب أغسطس الماضي. هذا الأمر يعني أتى هذا الحريق ليعكس هذه الحالة التعبة لدى اللبنانيين والمخاوف من أن يعيشوا المزيد من المآسي. ولكن بالطبع هذا الأمر يعني هذا الحريق أيضا يطرح تساؤلات جدية، كيف اندلع ولماذا اندلع في هذه المنطقة، ما هي أسبابه؟ وأذكر بأنه قبل بضعة أيام أيضا اندلع حريق آخر. لماذا هذه المنطقة معرضة للحرائق لهذه الكثرة في هذه المرحلة؟ ما هو وضعها الميداني الحقيقي؟ لماذا لا تتم السيطرة على هذه المنطقة بحيث لا تندلع الحرائق؟ هل من يد خارجية تعمل على هذا الأمر أم أن الإهمال، عدم القدرة على السيطرة على هذه المنطقة ميدانيا هو الذي يؤدي إلى تتالي اندلاع الحرائق؟ إذا كانوا موجودون هناك غير قادرين على هذا الأمر وعلى التزام شروط السلامة العامة، فيجب إيجاد سبل أخرى لضمان السلامة العامة وعدم تجدد هذه الحرائق. هذا الأمر ضروري ومحتم ولم يعد جائزا السكوت عنه. طيب يعني الجهات التي تتولى مسؤولية السيطرة على هذا الحريق كلودي، يعني تظهر ما بين الحين والآخر في أخبار عاجلة أن الجيش اللبناني وقوات الدفاع المدني، ما هي الجهات التي تحاول السيطرة على هذا الحريق؟ نعم، كما ذكرتي وكنت قد أرسلت إليكم الخبر، الجيش اللبناني بالتعاون مع الدفاع المدني يعملان على إخماد هذا الحريق الكبير، كما أن الجيش اللبناني أعلن أنه سيستعين بالطوافات لوضع حد وللسيطرة على هذا الحريق. يعني هذا هو الواقع الآن، الجيش مع الدفاع المدني، وهذا الأمر حصل في الحريق الأخير أيضا الذي حصل، ويعني كل اللبنانيين يشدون على أيدي هؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم والذين يعملون على وضع حد لهذه النكبة الجديدة في منطقة مرفأ بيروت. من كيف تترك مواد قابلة للاحتراق من دون أن يكون هناك ضمان للسلامة العامة، من دون أن يكون هناك ضمان لعدم اشتعالها؟ يعني هذا الأمر هو بديهي في هكذا منطقة. لماذا هذه الأمور البديهية التي تحتم الالتزام بشروط السلامة العامة ليست محترمة، ليست موجودة؟ ما هو السبب؟ ليس من مسؤولين، يعني كان هناك مدير عام للمرفأ تم تعيين وهو يخضع للتحقيق، الآن تم تعيين أشخاص آخرين لتسهير الأمور. لماذا هذه الأمور هي يعني تخلط منهم؟ لماذا لا تكون هناك سيطرة تامة على كل ما هو موجود في المرفأ؟ لماذا هذا الإهمال؟ ولماذا سوء الإدارة؟ ولماذا هذا الفشل؟ لماذا هذا الفشل في إدارة المؤسسات العامة في لبنان في الحفاظ على السلامة العامة في لبنان وخصوصا في منطقة المرفأ المنكوبة إلى أقصى حد؟ نحن ننتظر تفسيرا واضحا لأسباب ما حصل، لأسباب هذا الحريق، ودائما نسمع بأن هناك مخاطر لا تزال موجودة في المرفأ. لماذا علينا القبول بهذه الأخبار والكلام يتجدد عن مخاطر موجودة في أماكن أخرى؟ هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، لم يعد يحتمل فقط أن يبقى مجرد أخبار وتسريبات
يعني أخبار يتناقلها اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأمور تتطلب حسما وإدارة حقيقية وجدية في التعاطي، وأن يكون هناك مهارة في التعامل مع هذه الأمور، وليس فشل وليس عدم معرفة وليس جهل. هذا الأمر يرفضه اللبنانيون، وهم ليسوا كذلك. اللبنانيون معروفون بأنهم يعملون، وقد هاجروا إلى كل دول العالم واستطاعوا أن يحققوا الكثير من النجاحات. فلماذا في وطنهم يوجد كل هذا الجهل وكل هذا الفشل؟ قمعنا كلودي أبي حنة مراسلة الغد، ومن بيروت أيضا انضم إلينا سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. سيد توفيق، يعني تساؤلات عدة قد يطرحها هذا الحريق واندلاع حريق في منطقة شهدت انفجارا ضخما ما زال الغموض يكتنف حتى الآن. تحياتي إليك ولكل المشاهدين. هو في الواقع هذا ليس الأول، يعني مثلا من يومين كان هناك حريق كبير. أنا أعتقد بأن انعدام المسؤولية بصورة تفصيلية للقائمين على المرفأ والإدارة الدولية المسترئة أصلاً هي التي تتحمل المسؤولية، انعدام المسؤولية والفاسد. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا معروف في أنه بلبنان هناك يعني موسم حرائق دائم في هذا الشهر، وخصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة. درجات الحرارة منذ يومين على سبيل المثال وصلت إلى 44 درجة، وهذه من المرات النادرة جدا جدا أن تصل فيها درجات الحرارة إلى هذا المستوى، على 38-39 حد أقصى 37، ولكن ارتفاع الرطوبة حاليا. ولكن مع ذلك حتى أقصد حتى عندما تكون درجات الحرارة 38-39 وخصوصا في الشهرين السابع والثامن تحدث مجموعة كبيرة من الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا في مناطق الأعالي وفي الغابات وفي الأودية والأواحد رصاف الأنهار. يعني يفترض هنا أنه من خلال لجنة إدارة الكوارث أن تكون هذه اللجنة فاعلة، وبالتالي أن تكون هذه اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، واحتواء أي حريق يمكن أن يحدث، يعني مجرد أن يحدث، بل ربما عاد ممكن احتواء الحرائق قبل أن تحدث إذا تمت إدارة المسألة بطريقة علمية وسليمة وصحيحة. الذي يحدث الآن لمرتين، هذا أقصد مرتين غير المرة الأولى الانفجار شبه النووي، لأنه من يومين كما ذكرت وقلت كان هناك أيضا حرائق وحريق وتم استيعابه، ولكنه استمر أيضا لفترة محددة. نحن الآن أمام مشهد ممثل. أنا أعتقد بأنه التفلت هذا أولا، انعدام المسؤولية هذا ثانيا، استغلال أيضا مرحلة ما بين الحكومتين، الحكومة المستقلة والحكومة المقبلة، كل هذا يدفع إلى التراخي وإلى إلى اللا عمل، حتى لا أقول العمل البطيء، إلى اللا عمل. وبالتالي كأن هناك يبدو من يريد أن يقضي على مرفأ بيروت نهائيا. للأسف حالة الاهتراء التي تعيشها المؤسسات الدولية والمؤسسات العامة بصورة عامة هي التي تتحمل المسؤولية في إيصال الأمور إلى هذا المستوى. يعني بصرف النظر إذا كان هناك فاعلون أو إذا كان نتيجة درجات الحرارة، وهذه المسألة التي أرجحها، بس بالأخير أن هناك مؤسسة متفلتة وتحلل هذه المؤسسة بالمرفأ أو بغير المرفأ. وأظن ضمن هذا المستوى أيضا أنه إذا لم يكن هناك وضع أمني حقيقي من قبل الجيش والقوى الأمنية والتحكم بهذا المرفق اللبناني الحيوي، هو شبه الوحيد الذي يعني الذي كان يورد إلى لبنان حوالي بين 70-80% من واردات لبنان، أعتقد أنه قد يقضى على ما تلقى من المرفأ، وبالتالي هناك قد تكون أم الكوارث، وربما يأتي دور مرافق أخرى إذا استمرت الأمور على هذه الحال من التوتر ومن خراب العقول ومن خراب النفوس التي تعيشها المؤسسات العامة. طيب، يعني ايضا طبقا للمعطيات الاوليه، التكهن باسباب هذا الحريق، هل تعتقد انه بسبب الاهمال في اخلاء المنطقه بشكل كامل من كل ما يمكن ان يؤدي الى مثل هذه الكوارث، ام تتوقع ان تكون هناك شبهه جنائيه؟
لا هو بالمبدا بدون شك كل المعلومات تشير الى ما له علاقه بالاهمال، ولكن عندما تنتهي حرائق في قلب يعني يفترض الان ان يكون المرسى في حاله طوارئ، وبالتالي يعيش العاملون او ما تبقى من العاملون حاله طوارئ، وبالتالي هناك اربع اجهزه امنيه او ثلاث اجهزه امنيه تشرف على المرسى في الجيش اللبناني. فإذا انه طبعا بالاخير القوى الامنيه لا تستطيع والجيش لا يستطيع ان يتدخل بدون قرار سياسي، لذلك هنا نعود الى القرار السياسي انه يفترض اصلا بيروت كل بيروت ان تكون تحت حاله الطوارئ بعد الانفجار الكارثي الذي حدث، وصدر قرار مصدر سابقا يعني عن الدوله اللبنانيه بان بيروت الكبرى تحت حاله الطوارئ، ومع ذلك لم نرى شيء. بس انه على الاقل بما انه المرفا الان بعد الانفجار الكارثي في الرابع من اغسطس انه يجب ان يكون للمرفا وضع خاص من ضمنه اعلان حاله الطوارئ، يعني التنظيفات لغايه الان لم تكتمل، ايضا ازاله الانقاض لم تكتمل، رسم صوره الدمار والخراب يعني الاخيرتين ايضا لم تكتمل، بالتالي هناك ناس كثر يدخلون ويخرجون من المنطقة بدون حسيب ورقيب، يعني إلا في الحالات النادرة والاستثنائية. وأنا الذي أقوله أنه ضرورة التصرف مع وضعية المرفأ الآن من منطلق حالة الطوارئ، لأنه هذا الوحيد الذي يمكن أن يسيطر على أي عمل مقبل، على حريق أو انفجار أو أيضا خارجين، وعلى أي حركة يعني على أي حركة واردة أو خارجة من المرفأ. وإلا لو كان هناك على سبيل المثال يعني قبل فترة تم اكتشاف أربع أطنان من الأمون، هذا بعد يعني هذا تقريبا من حوالي 10 أيام، يعني بعد الانفجار الكارثي الذي حدث تم اكتشاف هذه الأطنان الأربعة. طيب عالم يمكن أن يكون هناك نصف طن أو طن أو ربما مواد أخرى أيضا متفجرة من خلال هذه الحرائق المتتالية، ومن خلال هذه الحرائق المتعاقبة يمكن أن تحدث كارثة أخرى. لذلك لا يمكن أن يحتوى أي وضعية مريبة وأي عمل تخريبي وأي حريق مفتعل أو حتى ولو أي حريق أو أي حاجة جاء عن طريق القضاء والقدر لا يمكن احتوائه إلا عن طريق حالة الطوارئ، وللأسف هذه غير موجودة. سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك. وينضم إلينا أيضا السيد لقمان سليم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد لقمان، يعني برأيك لماذا تأخر إعلان حالة الطوارئ في المرفأ والمناطق المحيطة به وإخلاء المباني بالفعل من كل ما يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الكوارث، المواد القابلة للاشتعال على الأقل؟ نعم، يعني دعيني أقص لك المشهد بداية. نحن أمام مشهدين اثنين، مشهد عمود دخان أسود يرتفع من منطقة مرفأ بيروت، ومشهد زحام في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت يعبر عن حالة الهلع التي انتابت اللبنانيين واللبنانيات مع اندلاع هذا الحريق الذي لم تعرف حتى الآن أسبابه بشكل واضح، حيث يقال بأنه جاء عرضاً نتيجة احتراق عدد من الإطارات ومن المواد الزيتية، ولكن المعلومات عن حقيقة ما يجري داخل حرم مرفأ بيروت غير معروفة للجمهور، وهذا ما يزيد من حالة الذعر والهلع التي تعبر عن نفسها من خلال زحمة سير خانقة. وهذا ما في الأمر. أما عن سبب اندلاع الحريق فعلينا التذكير بأن هذا الحريق هو الثاني الذي يحدث في هذا أيام، وهذا ليس الحريق الأول، فمنذ يومين نشب أيضا حريق مسؤول المصدر، قيل بأن الأجهزة الإغاثية الأمنية اللبنانية هي من أشعله للتخلص من بعض المواد، ولكن اشتعال حريق اليوم يضع هذه الرواية موضع التشكيك ويزيد عمليا من شك اللبنانيين بكل ما يروى لهم ويقال
عما جرى في مرفأ بيروت، عما كان يحتويه هذا المرفأ الحيوي، وعما يجري اليوم. طيب يعني المشهد السياسي مشهد مضطرب متأزم، هناك الكثير من الملفات التي يحمل فيها الشارع المسؤولية للمسؤولين وأفراد الحكومة، ما الذي يضيف هذا الحريق إلى هذا المشهد؟ نعم يا سيدتي، المشهد السياسي هو كالمشهد الميداني تماما. المشهد السياسي يعمه ضباب كثيف، لا سيما بعد الإعلان الأمريكي عن العقوبات بالأمس، والتي ما يزال اللبنانيون يتساءلون كم سوف يكون لها من تأثير على فكرة تشكيل حكومة من الاختصاصيين المحايدين. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد سياسي ميداني مضطرد يعيد الذاكرة إلى الرابع من آب يوم انفجار المرفأ، وكأني بالسلطة اللبنانية في هذا اليوم على درجة الغياب الذي كانت عليه في الرابع من آب. فيوم ذاك أيضا لم نسمع من السلطة اللبنانية أي رواية مقنعة عما جرى، والآن في هذه اللحظات التي نشاهد فيها عمود الدخان المتصاعد من مرفأ بيروت، لا رواية رسمية عما جرى، لا رواية رسمية عن البواد التي تشتعل، والجميع بطبيعة الحال يتخوف في هذه اللحظات من الأسوأ. طيب سيد لقمان، يعني هل تعتقد أن هناك تعمد إيذاء للدولة اللبنانية واختلاق أزمات، سواء كانت أزمات سياسية أو أزمات ميدانية، حد يعني هذا بين قوسين إنجاز الفصل بينهما ما بين السياسي والميداني؟ يعني يا سيدتي كما تفضلت، لا أظن بأنه من الممكن الفصل، من الممكن بعد الرابع من آب الفصل بين الميداني والسياسي. فالميداني هو نتيجة الإخفاق السياسي، والعجز عن معالجة الميداني هو ظلم العجز عن معالجة الأزمة السياسية. وبالتالي نحن أمام مشهد واحد يعبر عن نفسه من جهة من خلال هذا الحريق الذي ما زالت ترتفع سحبه في سماء بيروت، ويعبر عن نفسه من جهة أخرى من خلال الاستعصاء التوصل إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي، رغم كل المحاولات التي بذلت تحت عنوان المبادرة الفرنسية. نعم، طيب يعني تحدثت عن العقوبات الأمريكية، أيضا فيما يتعلق بفرنسا كان هناك تلويح بحجب الإنقاذ المالي في حال عدم تشكيل حكومة على وجه السرعة. يعني كيف تقرأ هذا المشهد الدولي، ويعني التعاطي الدولي مع ما يحدث في لبنان؟ سيد لقمان هل تسمعني بوضوح؟ نعم أسمعك الآن. يعني التساؤل حول التعاطي الدولي مع الأزمات اللبنانية أو ما يحدث في لبنان، أو محاولة خلق مشهد جديد في لبنان، يعني طبقا لما ذكرت العقوبات الأمريكية، أيضا التلويح بحجب الإنقاذ المالي من قبل فرنسا، كيف تقرأ يعني التعاطي الدولي مع ما يحدث؟ يعني نعم يا سيدتي، بصرف النظر عما يقال من أو عما هو حاصل من خلاف بين الولايات المتحدة وبين فرنسا وبين ما يمثلان، لا شك بأن هناك نقطة مشتركة أو قاسم مشترك بين الموقفين الفرنسي والأمريكي والموقف الدولي عموما، ومفاد هذا الأمر هو أنه لا يمكن لواقع الحال اللبناني أن يستمر على ما هو عليه. ليس هناك اليوم في العالم من طرف غربي أو شرقي، أمريكي أو فرنسي، يقول بأنه يمكن إنقاذ لبنان دون إجراء مجموعة من الإصلاحات الجذرية. وبالتالي هذا هو المبتدأ الذي يمكن البناء عليه، أن واقع الحال في لبنان بات واقع حال لا يمكن إنقاذه لا بضخ المزيد من الأموال ولا بالتساهل أو التغاضي عنه. أما اختلاف الموقف الأمريكي والفرنسي، فمن الواضح أنه يخضع لقراءة من فرنسا والولايات المتحدة لمحل لبنان من الإعراب الإقليمي. في حين ترى الولايات المتحدة إلى لبنان
على أنه جزء من المعادلة الكبرى التي تعني المسار التطبيعي من جهة وتعني العلاقة المتوترة بل انتظامية مع طهران بالنسبة لفرنسا هو جزء من مشهد تدخلها في شرق المتوسط ومن محاولتها الإبقاء على علاقات حسنة مع إيران. ولكن يبقى أن الأهم هو أن الطرفين يجمعان على أنه لا استمرار لواقع الحال اللبناني على ما هو عليه وأن التغيير أمر مطلوب وعاجل وملح. إذن سيد لقمان سليم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت شكرا لك. وينضم إلينا أيضا من هناك سيد منير ربيع الكاتب والمحلل السياسي. سيد منير يعني قدرت المبالغ اللازمة للنهوض مجددا الاقتصاد اللبناني بمئات الملايين من الدولارات ثم جاء انفجار المرفأ ليضيف المليارات إلى قائمة الخسائر، فهل تعتقد أن هناك محاولة لتركيع الدولة اللبنانية على الأقل إن لم يكن باختلاق الأزمات بالتلكؤ في إبراز المساعدات؟ أهلا وسهلا. نعم بلا شك أن لبنان يعيش أزمة سياسية حقيقية في ظل الضغوط التي يتعرض لها بسبب سياسات حزب الله وحلفاء حزب الله وسياسات التي تعتمدها الدولة اللبنانية. هذه العقوبات والضغوط أدت إلى وقوع لبنان تحت حصار كامل وأدت إلى انهيار اقتصادي. هذا الانهيار الاقتصادي لا تعمل القوى السياسية اللبنانية بجدية للخروج منه. آخر تجلياته كانت تفجير المرفأ الذي لا يمكن أن يكون قد حصل صدفة، لا سيما أنه قبله بفترة وجيزة حصلت رسالة أمريكية قوية لإحدى الطائرات الإيرانية في المجال الجوي السوري، وهذه الطائرة كانت متجهة إلى لبنان، وكأن الأمريكيين يقولون للإيرانيين إن الخط الآمن بالنسبة إليكم الذي كان يربط طهران ببيروت لم يعد آمنا جويا. الطريق البرية بين طهران وبيروت لم تعد آمنة بفعل الغارات على الأراضي السورية وقوافل الأسلحة لحزب الله في سوريا، وجاء ضرب المرفأ الذي سيكون له أبعاد مختلفة. لا يمكن التهريب عبر مرفأ بيروت واستخدامه كمنصة للتهريب، ولا يمكن للبنان أن يتنفس ما لم يقم بإجراء سياسة جديدة بشكل كامل عن السياسات السابقة والمختلفة. الآن هناك حريق جديد في مرفأ بيروت، أعتقد أن هذا الحريق يرتبط ربما إما بأخطاء في المعالجة وإما بعملية ممنهجة لإضاعة أو للتلاعب بمسرح التخطيط وتغيير الكثير من المعطيات. طيب يعني الحديث أيضا عن زيارات المسؤولين الدوليين، يعني هل من هدف سوى إبداء الدعم؟ هل تقرأ شيء ما بين السطور؟ هناك مبادرة فرنسية، المبادرة الفرنسية مقسومة إلى قسمين. القسم الأول تشكيل حكومة لبنانية مستقلة تكنوقراط تعمل على إنجاز الإصلاحات، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي وفي مختلف المجالات. والمرحلة الثانية هي الشروط الأمريكية التي تنتظر تقديم تنازلات جدية من قبل حزب الله بما يتعلق بترسيم الحدود، بما يتعلق في تفكيك الصواريخ الدقيقة، ليصبح لبنان على خارطة العلاقات مع المجتمع الدولي ويفك العزلة التي يعانيها. حتى الآن لم يستجب اللبنانيون مع هذه المبادرات الجدية، الذي يزال هناك تشويف ومماطلة ومساومة في عملية تشكيل الحكومة، الأمر الذي يؤثر سلبا على هذه المبادرات. وقد رأينا أول النتائج لهذا التأثير السلبي، وهي العقوبات التي فرضت بالأمس على شخصيتين سياسيتين بارزتين في عملية التفاوض حول عملية تشكيل الحكومة، ولأنهما يمتلكان علاقات مع حزب الله. إذن مسلسل العقوبات فتح، لن يقفل في لبنان قريبا بانتظار حصول تغيير سياسي حقيقي وتغيير منهجي في عملية التعاطي اللبناني. إذن السيد منير ربيع الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك.
من بيروت أيضا ينضم إلينا أحمد عياش سليم الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، يعني لماذا برأيك استهداف المرفأ سواء فيما يتعلق بالانفجار الذي حدث منذ نحو الشهر والآن حرائق، ويعني هذا الحريق يأتي الحريق الثاني بعد هذا الانفجار الذي وقع في الرابع من آب الماضي؟ هو طبعا يعني لا شك انه مقلق جدا ان ياتي هذا الانفجار، وخصوصا انه نحن ما زلنا تحت وطأة الانفجار الكبير. يعني بهذا المعنى القلق الكبير اتى من خلال الربط ما بين الانفجار السابق والانفجار الحالي. هذا هو وقع الحال، انما المقارنه بين الامرين لا يمكن المقارنه بينهما. نحن نتحدث اليوم عن حريق ولا نتحدث عن الانفجار، بينما ما حصل في الرابع من أغسطس الماضي أمر مختلف كليا. نحن كنا نتحدث عن الانفجار وعن يعني مواد يعني شديدة الانفجار، وحصل ما حصل وحلت الكارثة على لبنان من خلال هذا الانفجار. إذن بهذا المعنى اليوم نحن أمام حريق وليس أمام انفجار، لكن هذا لا يغير او لا يقلل من خطوره الامر. المسرح الذي حصل فيه هو قريب من الكارثه التي حصلت في الرابع من اغسطس الماضي. المنطقه الحره هي منطقه قريبه جدا من هذا المكان الانفجار السابق. هذا المكان يحتوي على هذه الحاويات التي لم يلحقها الاذى في الانفجار الماضي لكنها باقيه. هناك من يعني طبعا هذه معلومات أولية تشير إلى أن المواد التي احترقت هي مواد ديود، يعني مواد قابلة للاشتعال، من بعض الفرضيات التي تقول بأن هناك أيضا خطأ ما بشري أدى إلى هذا الحريق. لكن لا يمكن الركون إلى هذه الرواية يعني دفعة واحدة، علينا أن ننتظر بعض الوقت. إنما في نهاية المطاف إنه دليل من الدلائل على هذا الوضع المريع الذي وصل إليه الواقع في لبنان عموما، وهذه المنطقة خصوصا التي هي حتى هذه اللحظة تنتظر تحقيقات أكثر من شهر لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يتعلق حول ما حصل في هذا المكان. هي لا زالت معطيات يعني مكتومة وبعيدة عن الأنظار حتى أدى هذا الحريق. يعني علينا أن نقول أنها يعني هي من الدلائل على هذه المأساة التي خطمت اليوم لنا شاهد بأن الواقع في لبنان في حالة مريعة. بالنظر إلى يعني الدوافع وبتحليلات سياسية مفصلة، هل تعتقد أن هناك شبهة جنائية من أجل تحقيق أجندات ما؟ هو يعني الفرضيات يعني تجوز ويصح يعني تكهن بها، ولكن من دون الذهاب إلى تبنيها. يعني يجب أن لا نتبنى هذه الفرضيات، يعني هو هذا واقع الحال. أنا أرى أن الأمر يعني يحتاج يعني يستأهل أن نأخذ بعض الوقت، إنما كما نقول إنه ما يشبه المسرح العبثي. المسرح العبثي والمسرح الفوضوي. يعني مرفأ بيروت يعني مكان الآن يمكن الإطلاق عليه وصف الفوضى. الفوضى التي يعني هي مأساة بحد ذاتها، وخصوصا أن النتائج الأولية أن هذا الهلع الذين يعني يعيشون في هذه المنطقة من مجرد يعني حدوث هذا الحريق استعادوا هذا الكابوس الهائل الذي حصل الشهر الماضي. يعني نحن نعيش تحت وطأة أزمة نفسية هائلة من بعض الخسائر ومن بعض هذه الضحايا وبعد هذا الخراب الذي عم. اذا يعني هو هذا هو ايضا تاثير معنوي يتفوق بكثير على التاثير المادي اللي حاصل. اما صحيح. فيما يتعلق بكل الفرضيات يجب اخذها بالاعتبار، انما كما قلنا يعني دائما نريد الحقائق التي هي فعلا تكشف الامور. للاسف الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بالانفجار الكبير في الرابع من أغسطس لم تظهر حتى هذه اللحظة، مما يعني أننا يعني فعلا يعني في حالة من الغيبة وفي حالة من الضياع وإلى آخره. وكان الله بعون هذا البلد صحيح. إذن سيد أحمد عياش سليم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
العودة مرة أخرى إلى كلودي أبي حنة مراسلة الغد من بيروت. كلودي، يعني نشاهد في الصورة سيارات الدفاع المدني، سيارات الإطفاء وطائرات الهليكوبتر أيضا محملة بمواد الإطفاء. هل أتت هذه الجهود ثمارها وبدأت حدة النيران تخف بشكل ما؟ يعني في الواقع من المكان الذي أنا موجودة فيه نرى بأن سحب الدخان يعني تتراجع قليلا وبشكل نسبي، وسمعنا أنه الدفاع المدني أيضا يقول بأنه بدأت السيطرة على الحريق ولكن لم تتم السيطرة حتى الآن. بالعكس الجهود تتلاقى من أجل منع امتداد الحريق إلى أماكن أخرى، وبات مؤكدا يعني الجيش اللبناني وأيضا مدير عام مرفأ بيروت باسم القيسي الذي تم تعيينه بعد توقيف المدير العام الذي كان لدى وقوع الانفجار. إذا باسم القيسي يؤكد بأن أورد براميل بيتقلي، وهذه البراميل هي التي اشتعلت وانفج الحريق بسرعة إلى مدينة الصوتية التي أدت إلى هذا الدخان الكثيف الذي غطى سماء العاصمة. وفي الواقع يعني كنت قد أرسلت إليكم فيديو يتم تناقله عن حالة الهلع في المرفأ لدى اندلاع هذا الحريق، كيف رقد رجال الدفاع المدني، كيف بدأوا بإطفاء هذا الحريق الكبير والهائل الذي اندلع. أيضا سكان المناطق المجاورة، الموظفون الذين يعملون في المنطقة عمدوا إلى المغادرة بشكل سريع ما أدى إلى زحمة سير خانقة على الطريق، خصوصا أن الجيش اللبناني حول السير من الطريق الأوتوستراد إلى الطرق الداخلية وذلك لإتمام عمليات الإطفاء. وكان قد أعلن الجيش أن الصوافات سوف تشارك بالإطفاء في إطفاء هذا الحريق. إذن السحب لا تزال ترتفع، سحب الدخان لا تزال داكنة بشكل قوي، ما يؤكد بأن الحريق لم تتم السيطرة عليه بشكل كامل. ما نأمله هو ما أعلنه الدفاع المدني من أنه بدأت السيطرة بشكل نسبي على هذا الحريق الذي يعني أعاد اللبنانيين وذكرهم بالوحلة التي عاشوها لدى حصول انفجار الرابع من آب أغسطس الماضي. واللافت أن مدير عام مرفأ بيروت باسم القيسي الذي قال أن الحريق تعود أسبابه لبراميل الزيت والتي امتد الحريق منها إلى دوريب المطاطية، هو قال لا نعلم ولا نستطيع التكهن حتى الآن بما أدى إلى إشعال الحريق في براميل المطاطية. هل هي الحرارة المرتفعة، حرارة الثقب المرتفعة؟ هذا الأمر يعني مستدعى بالنسبة يعني إلى مراقبين، هو مستدعى كيف أن يعني الحرارة هي التي تؤدي إلى إشعال النيران في براميل الزيت، يعني أليس من أدنى مقومات السلامة العامة في هذا المرفأ؟ طبعا هناك أسباب أخرى قد تكون اجتمعت لاندلاع هذا الحريق الهائل في مرفأ بيروت، ونحن يعني نترصد ونترقب لمعرفة لماذا حصل ما حصل ولماذا هذا الدخان الكثيف يغطي سماء عاصمتنا بيروت بهذا الشكل. وكنت قد ذكرت في رسائل سابقة بأن هذا الدخان يعني ممكن رؤيته من أماكن بعيدة من بيروت، من أماكن في مناطق مجاورة، من جبل لبنان، من كثير الجميع اللبنانيين يعني كانوا يشاهدون ويتابعون هذا الدخان الكثيف الذي يغطي العاصمة وتمدد في سماء مختلف المناطق اللبنانية. طيب هل من بيانات رسمية كلودي أم أن الأمر مقتصر فقط على التصريحات التي تصدر من الجهات التي تسيطر على الحرب؟ يعني البيانات الرسمية هي التي صدرت عن الجيش اللبناني، وكان قد طمأن الجيش بأنه سيعمد إلى إطفاء الحريق بالطيارات وبالتعاون مع الدفاع المدني. والجيش هو أول من أعلن بأن سبب الحريق هو اندلاعه في مستودعات للزيت وللدواليب. هذا الأمر هو كان قد صدر بشكل رسمي عن الجيش اللبناني، وتسالت الأنباء التي أكدت والتصريحات التي أكدت هذا الأمر. ولكن بالطبع الجميع يراقب، يعني وقد يكون مسؤولون السياسيون أيضا في طور مراقبة ما يحصل في المرفأ، لأن الأمور تبدو في لبنان خارجة عن السيطرة.
ليس من سيطر على هذا الوضع. والغريب والذي يدفع للتساؤل والمفارقة أن المرفأ الذي تعرض لهذا الانفجار الكبير من المفترض أن تكون هناك نعم سيطرة كاملة وتامة على هذا المرفأ، فلماذا ليس من سيطرة؟ تبقى الأمور خارجة عن السيطرة، ولأن المسؤولين أيضا بعيدون عما يحصل في الميدان، ولأن يعني من هم ملجون بإدارة الأمور بشكل مباشر ليسوا على قدر المسؤولية، أو أن ما يفوتهم الكثير الكثير، من أجل ذلك تحصل هذه النكبات والأزمات المتتالية في لبنان. كمان كلودي أبي حنة، وتحول إلى سيدة أسماء وهبي الكاتبة الصحفية. سيدة أسماء، يعني ربما ما نراه عبر الشاشات هي مشاهد تثير الحزن وتثير الكثير من التساؤلات حول ما الذي يحدث في باريس الشرق في بيروت. نعم، بداية مساء الخير أستاذتي الكريمة. أول شيء أنا كنت في مكان الحدث وعدت الآن إلى منزلي، يعني بحب يعني أكد لك أنه حالة من الرعب الشديدة تعتري اللبنانيون في الشارع منذ ما قبل نصف ساعة. يعني أنا شفت الحريق كبير 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 جدا، يعني وحتى من على بعد مسافة طويلة عم تشوفي حضرتك الدخان المتصاعد قادم من المرفأ حتى وصل إلى ضاحية بيروت. نعم. فهذا ينم على حالة من الإهمال. نحن لا يوجد للأسف دولة في لبنان. المفترض أن بعد هذه الكارثة التي وقعت في المرفأ أن يكون هذا المكان ممسوك تماما، ولكن أن يكون هذا القدر من الإهمال وأن تندلع حرائق في نفس المكان الذي وقعت فيه كارثة قومية ووطنية قبل شهر بالضبط بالتمام والكمال، يعني هذا يدل على أنه لا سلطة لا حكومة لا دولة في لبنان. وأكد ذلك حالة الفزع التي رأيتها بأم العين قبل دقائق قليلة وأنا في طريقي من وسط بيروت إلى منزلي، حالة من الذعر بين اللبنانيين. الناس كلها عم تركض بالشارع، الشوارع مكتظة للغاية لأنه الناس صار عندها تخوف أنه هل ربما حاطين شيء بالمرفأ تاني نحن ما بنعرفه. هذا اللي عم يحكوا العالم يعني خلال هذه النصف ساعة التي قضيتها في الشارع. يعني ما تقصدينه سيدة أسماء أن هناك حالة من ليس فقط الفزع والهلع ما بين المواطنين، ولكن أيضا التساؤلات عن تعمد مثل هذه الحوادث. أستاذتي الكريمة، بالضبط كما تقولين حضرتك، ولكن أريد أن أضيف أن اليوم لبنان دولة لا يوجد فيه دولة، لا توجد فيه مؤسسات تقوم على حماية الناس وعلى حماية الأرض يعني ومقدرات هذا الوطن. المفترض أن اليوم هذه السلطة هي تحت الضوء، ولكن كلما يحدث استحقاق في لبنان يتبين أن السلطة القائمة في لبنان هي فاشلة وفاشلة وفاشلة، هي غير مؤتمنة على أرواح الناس. يعني اليوم كيف بنفس المكان اللي صار فيه نفس الانفجار، ثالث أكبر انفجار في العالم، يتكرر في هذا الحجم من الحريق؟ يعني كان أكثر من نصف ساعة غطى سماء العاصمة بكاملها. يعني هل ما بعرف هل نحن الآن يعني صراحة يحق لنا أن نسأل هل هذا حريق متعمد يأتي بعد العقوبات الأمريكية على اثنين من السياسيين في لبنان؟ ربما هذا السؤال مشروع. نعم. أم يعني أنه حريق عادي كما قيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أم هو إهمال مجدد؟ ولكن ما يمكن التأكيد عليه اليوم، لبنان لا توجد فيه دولة مسؤولة. هذه الدولة مهملة وهي تهدد حياة وسلامة اللبنانيين. يعني التساؤل الأكبر ربما ليس فقط أو الأوسع ليس فقط عن هذه الحرائق، ولكن عن المشهد برمته الميداني والسياسي. لماذا برأيك يتم كل ذلك في خلال هذه الفترة الوجيزة، افتعال كل هذه الأزمات أو اختلق كل هذه الأزمات في لبنان؟ سيدتي الكريمة، ما يحدث الآن في لبنان هو شد حبال إقليمي وعالمي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة، وحتى اكتمال المعادلة أو الاتفاق بين هاتين الجهتين سوف تزداد حدة الاستقطابات وربما
أحداث أمنية قد تقع في لبنان. يعني أنا أشرت قبل قليل لماذا يأتي هذا الحريق، وقيل أنه أنه بسبب الحرارة بعد يومين على إعلان العقوبات الأمريكية على اثنين من الشخصيات اللبنانية. هيدا من حقنا نسأل لماذا هذا الحريق وفي نفس المكان وبهذا الحجم عندما توصى سماء العاصمة، واللي احنا قادرين على مدى الكورنيش البحري اللي اجى على لبنان اكيد عم يعرف انا شو عم بحكي، عم تقدر عم تشوف الحريق عم يغطي سما بيروت الى ضواحيها. لماذا؟ يعني هل انتم اليوم عم تهددوا بعمل امني في لبنان بعد العقوبات الامريكية، وخصوصا ان الولايات المتحدة الامريكية اعلنت عن احتمالية او ربما ما يشبه التأكيد عن احتمال صدور عقوبات بحق شخصيات لبنانية جديدة. فهل في أعمال أمنية قد تحدث في لبنان اليوم؟ وبطبيعة الحال الشعب اللبناني هو رهينة هذه الطبقة. فاليوم هم عم ياخذوا الشعب اللبناني عم بيهددوا أمنه وسلامته، وعم من خلال الشعب اللبناني يبتزون المجتمع الدولي. هذا ما يحدث في لبنان الآن. طبعا نحن يجب أن ننتظر حتى تتضح الصورة ونعرف ماذا حدث بالضبط للتأكيد على ما قاله الجيش اللبناني في بيانه، ولكن حتى ذلك الوقت علينا أن نطرح العديد من التكهنات والأسئلة. إلا أن المحسوم من الأمر أن السلطة في لبنان تفاوض المجتمع الدولي أو تبتز المجتمع الدولي من خلال الشعب اللبناني، وهي غير مؤتمنة عليه سيدتي الكريمة. طيب يعني ربما ليس من الصعب الربط ما بين هذه الأحداث وعرقلة الجهود الإصلاح المطلوبة بشدة، تأثير مثل هذه الحرائق وهذه الأوضاع الميدانية على الوضع السياسي، ودعينا على الأقل نأخذ مثال وهو تشكيل الحكومة المرتقب. طبعا طبعا يعني كل ما يحدث الآن في لبنان، وكلنا نعرف جيدا أن تكليف الرئيس المكلف أديب لم يأتي لأنهم أرادوا القيام بعمليات الإصلاح التي يطلبها المجتمع الدولي من السلطة في لبنان، ولكن لأن الرئيس الفرنسي كان قادما إلى لبنان وكان يتعين عليهم أن يقدموا له اسما كي لا يقعوا في الحرج وتخوفا من موضوع العقوبات. ولكن بما أن العقوبات قد وقعت والولايات المتحدة الأمريكية أخذت هذه الخطوة التصعيدية إذا السلطة في لبنان، بطبيعة الحال لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية سوف يتم تأليفها قريبا، لأن ما يعرف بفريق الثامن من آذار مع رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل وكل هذه التيارات السياسية سوف تتشدد أكثر ولن تذهب باتجاه الإصلاحات. وأصلا هذه الطبقة السياسية لن تقوم بأي إصلاح سيدتي الكريمة، لن تقوم بأي شيء، لأن كيف يمكن أن تطلب ممن قام ممن هو سبب المشكلة أن يكون هو جزءا من الحل؟ يعني اليوم نحن أمام هذا الاستحقاق، والرئيس المكلف أمامه العديد من العقبات والتحديات، وأعتقد أنه قد يذهب إلى الاعتكاف إذا استمر الوضع كما هو عليه بعد إصرار حركة أمل على الاحتفاظ بوزارة المالية التي تصر فرنسا على أن لا تحصل عليها، بعد أن شهدنا خلال اليومين الماضيين الفضائح التي كانت في هذه الوزارة والتي كانت سببا في توقيع العقوبات على الوزير علي حسن خليل وما كان يمرره لحزب الله من مخالفات من خلال ترأسه لهذه الوزارة. وبالتالي لا أعتقد أننا ذاهبون إلى حكومة الآن، بل نحن ذاهبون إلى أزمة أكثر. يريد هذا الطرف أن يرد على العقوبات الأمريكية. نعم، إذن السيدة أسماء وهبي الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من بيروت سيد أحمد الزعبي الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، إذن تساؤلات عديدة يطرحها هذا المشهد الميداني المضطرب واندلاع حرائق وقبلها التفجير الكبير أو الانفجار الكبير، يعني التساؤلات ربما دائما تصب في المشهد السياسي، تداعيات مثل هذه الأوضاع المضطربة على مشهد سياسي مضطرب بدوره. أولا الحريق الذي حصل الآن في هذه الأثناء هو امتداد للحرائق المتعددة
التي يعاني منها لبنان خلال الأشهر الأخيرة، الحرائق السياسية والتفجيرات وهكذا. ميدانيا يعني أنتم تتابعون التطورات، هناك حريق لا ندري بالضبط ما هي المواد بعد أن تدمر المرفأ، ما هي المواد المشتعلة الآن بصرف النظر عن التصريحات الرسمية، وما إذا كانت الأمور مفتوحة على سيناريوهات أخطر نأمل أن لا تكون حقيقية. أولا لأن لا أهل بيروت ولا المجتمع اللبناني قادر على تحمل المزيد من الصدمات والمزيد من الكوارث. فيما يتصل بالحرائق السياسية، المشهد لا يزال على إرباكه، نحن أمام انسداد كامل أو شبه كامل للأفق أمام الحلول. الأطراف السياسية أو المنظومة السياسية لا تزال تراهن على ملل أو تعب المجتمع الدولي من مبادرات الحل، وبالتالي إعادة إنتاج نفسها من جديد. حتى الآن الضغوطات سواء كانت فرنسية أو أمريكية فتحت صورة صغيرة جدا في جدار الأزمة، لكنها لم تنتقل إلى مرحلة أن تكون حالة جديدة يبنى عليها للحديث عن إنقاذ أو برنامج إنقاذي أو حكومة إنقاذ. هذا أمر مؤسف، لكن هذه هي الحقيقة. لا الانهيار المالي ولا أزمة كورونا ولا انفجار بيروت الغامض حتى الآن استطاع أن يقنع المنظومة المتحكمة بأن الوقت قد حان لتغيير سلوك الفساد وسلوك النهب وسلوك المحافظة في إدارة الشأن العام. هل من رابط سيد أحمد ما بين هذه الحرائق الميدانية والوضع الدولي والحديث أيضا عن العقوبات الأمريكية؟ لا أبدا أبدا، الحرائق هي مجرد استكمال للمصيبة الكبرى التي حصلت في الرابع من شهر أغسطس شهر آب. بمعنى نحن نتحدث عن منطقة شاسعة كان فيها عشرات الإهراءات، عشرات أطنان المواد الغذائية والزيوت والإطارات السيارات والمواد الكيماوية وأمور قد لا نعرفها، أكرر أمور قد لا نعرفها، لا ندرك ماهيتها حتى الآن. لذلك الانفجار دمر أجزاء كبيرة من المرفأ ومخازن المرفأ البور، وأيضا دمر ثلث مدينة بيروت بكارثة إنسانية حقيقية، ولكن ما تزال بحرم المرفأ، نحن نتحدث عن مليون متر مربع، ما تزال هناك إهراءات مدمرة ولكن فيها أمور. لذلك الحريق لا أربطه بعمل إرهابي أو عمل، وإنما هو عمل تفاعل طبيعي لمواد مخزنة تعرضت بداية للتفجير، والآن الحرارة في بيروت ومعدل الرطوبة العالية والحرارة، فهذه المواد بقايا المواد هي معرضة للاشتعال في أي لحظة. لا رابط. الموضوع العقوبات هو موضوع منفصل. موضوع العقوبات الأمريكية على الأحزاب والشخصيات اللبنانية في لبنان هذا حديث منذ قرابة سنتين. الإدارة الأمريكية أرسلت عشرات الإشارات أن هناك لائحة بأسماء مسؤولين وأحزاب وشخصيات تعتبر أنهم إما دعموا النظام السوري أو يدعمون تنظيم حزب الله أو أنهم تورطوا بمسائل فساد. أنت تعلمين أن الإدارة الأمريكية أصدرت خلال السنوات الأخيرة أكثر من قانون متعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل مع النظام السوري. لذلك العقوبات هي أمر منفصل تهدف إلى الضغط لإجبار الطبقة السياسية على التخلي عن بعض السلوكيات وعلى المضي بمسألة الإصلاح وعلى فك الارتباط مع التنظيمات المسلحة ومع النظام بشار الأسد. لذلك المسألة منفصلة ولا رابط بينهما. ما يعنينا الآن اليوم أن مساعي تشكيل الحكومة وصلت إلى شبه حائط مسدود. المؤشر كل المؤشرات تقول أن زيارة رئيس أمريكا الفرنسي مرتين وأن كل الانهيار المالي والكارثة التي حصلت لم تدفع السلطة المتحكمة المنظومة المتحكمة بالواقع بشأن العام في لبنان إلى تقديم تنازلات
والذهاب نحو طرح برنامج إنقاذي تفاوض على أساس صندوق النقد لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والسياسية. ما تزال الأمور للأسف الشديد، ولكن هذه هي الحقيقة، ما تزال الأمور تدور بحلقة مفرغة وبإطار من الكلام المحصول والوعود والاشتراطات والاشتراطات المضادة، في حين أن الشعب يئن جوعا وإفلاسا وانهيارا. طيب يعني إذا تحدثنا عن الإهمال وهو ما أشرت إليه أو ما تميل إلى تفسير الأمر ناحيته وهو الإهمال بوجود مثل هذه المواد القابلة للإشتعال في مرفأ بيروت أو في السوق الحرة في أعقاب هذا الانفجار الكبير الذي وقع في الشهر الماضي، يعني لماذا برأيك تأخر إعلان الطوارئ في هذه المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية؟ لا أمتلك معطيات حقيقية أصلاً. يعني عشية وقوع الانفجار في الرابع من آب تم إعلان مدينة بيروت منطقة منكوبة، وتم وفق قانون الطوارئ تكليف الجيش بإدارة العاصمة. هذا الأمر على مستوى الإداري، على مستوى الأعمال الإغاثية والتنقيب، لا هناك عمل كبير وفرق من معظم دول العالم بما فيها الـ FBI والفرق الفرنسية والأوروبية وبعض الدول العربية التي شاركت بأعمال بداية البحث عن ناجين أو البحث عن جثث الضحايا. ولكن أكرر، هذه منطقة كبيرة جدا، لا أدري ما هي خبرات الفرق العاملة على المسألة، على معالجة المسألة الاشتباكية. بمعنى يعني أنا الآن في هذه اللحظات أنا في خلال حديثي معك وردني الآن أن الدفاع المدني اللبناني يقول لا فكرة لديه عن طبيعة المواد المشتعلة، وهذا أمر شديد الخطورة للأسف. يعني وبالمناسبة أنا أكلمك الآن من مكان قريب جدا وأشاهد بأم العين حجم الهائل للسحب السوداء المنبعثة من هذا الحريق الغامض. نحن كنا أمام تفجير غامض، والآن نحن أمام حريق غامض هو جزء من مشهد غامض وملتبس وأسود وسيء يظلل الواقع السياسي اللبناني والواقع المعيشي والحياتي. هذا البلد للمرة الألف نقولها، هذا البلد يحتاج إلى تدخل عربي ودولي عاجل لفك حالة الانتباه الكبرى والذهاب نحو خطة إنقاذية عاجلة قبل خسارة هذا البلد، وبعدها لن ينفع الندم. طيب يعني شكل هذا التدخل الذي تقترحه سيد أحمد، يعني هل يتم بمبادرة فردية لدولة ما أم لابد من تنسيق دولي من أجل إنقاذ لبنان؟ بالأمس كان هناك موقف جيد جدا للجامعة العربية، لبنان شئنا أم أبينا لبنان جزء من العالم العربي، من الأسرة العربية، لبنان عربي الوجه، عربي الانتماء، نحن جزء من الأسرة الدولية، ينبغي أن نخضع للشرعية العربية والدولية. نحن لا نطلب التدخل بالمعنى السلبي، بل المساعدة لإخراج هذا الواقع اللبناني من حالة الأسر التي يدور بها. هناك فساد، منظومة سياسية تورطت في فساد، هناك تنظيم سياسي مهيمن على ومسلح خارج إطار الشرعية، وهو يهيمن على القرار الرسمي للدولة. وما بين هذا وذاك هناك أزمة كورونا وأزمة الانهيار المالي والاقتصادي. كل هذه الأمور المجتمعة جعلت لبنان، أعادت لبنان 200 أو 300 سنة إلى الوراء. نحن أمام كارثة أو شبه كارثة كبيرة. العالم العربي يدرك، المجتمع الدولي يدرك. كيف تكون المبادرات؟ نعم هناك مبادرات مطروحة كثيرة للإنقاذ على المستوى الإداري وعلى المستوى المالي وعلى المستوى وأيضا على المستوى السياسي. هذه المبادرات تحتاج إلى ضغط وإلى مواكبة لتحويلها إلى وقائع، سواء منها المتصل بالشأن الاقتصادي والمالي أو المتصل بالشأن السياسي
وتحديدا الانتخابات المبكرة لإعادة تشكيل السلطة على أسس دستورية. هذا الأمر ليس مستحيل وليس مستبعد. هناك دول كثيرة واجهتها أزمات مالية، أزمات اقتصادية، ولكن بشيء من الجهد والشفافية والحوكمة السليمة استطاعت أن تخرج من هذه الأزمات وأن تنتظم الأمور فيها. ولبنان دولة صغيرة، ما يشجع ما يدعم ما أقوله أن لبنان دولة صغيرة جدا. نحن لا نتحدث عن مئات المليارات الدولارات، لا، نحن نتحدث عن دولة صغيرة يمكن بالتكاتف العربي والدولي ومع بعض الديناميات والتفاعل الداخلي ممكن إخراج الوضع من هذه الأزمات. نحن سيدتي لما نتحدث عن الأزمة اللبنانية لا نتحدث عن أمر جديد. العالم كله يعرف ما هي طبيعة الأزمة في لبنان بشقها السياسي وبشقها المالي. نحن لا نخترع البارود هنا. ما نقوله الجديد الذي نقوله ينبغي أن نثق بالكفاءات اللبنانية. الشعب الذي نزل من السنة الماضية ليصرخ أنه مل من تحكم الطبقة السياسية وأنه يريد التغيير والذهاب نحو دولة حوكمة ومواطنة وشفافية ببساطة شديدة. طيب، يعني سيد أحمد، ذكرت أن في معرض حديثك أن تشكيل الحكومة بات أو وصل إلى طريق مسدود، هذا على المسار السياسي أو على الصعيد السياسي. يعني فما بالنا بما يحدث الآن على الوضع الميداني، تأثير ذلك على هذه المحاولات لتشكيل الحكومة أو على مشاورات تشكيل الحكومة؟ هذان مساران مختلفان. مسار تشكيل الحكومة، الرئيس المكلف ما يزال يعكف بشيء من السرية والانضباط على تحضير تهيئة أو تحضير تشكيلة حكومية يعني تواكب المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. ولكن التسريبات التي نواكبها يوميا من الأطراف السياسية عبر الإعلام، هذا يريد وذاك يشترط وذاك يطلب والآخر لا يريد ولا يسمح، بمعنى ما تزال الطبقة السياسية تقارب مسألة الحكم بذات الذهنية وذات المنطق وذات الأدوات التي كنا نشتكي منها والتي سار عليها اللبنانيون في 17-20 أول السنة الماضية، يعني من حوالي تقريبا سنة. لذلك هذا المنطق هو الذي يدفعنا للقول بأن مساعي تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود أو شبه مسدود. نأمل أو بالأحرى يعني قد نشهد خلال نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة جديدة، وهو الأمر هذا الأمر تتبناه بعض الأطراف. ولكن هل ستسمح الطبقة السياسية لهذه التشكيلة بالذهاب حتى النهاية والمضي بمشروع إنقاذي حقيقي؟ يعني تطورات الساعة الأخيرة لا تدفعنا إلى كثير من التفاؤل، خصوصا بعض العقوبات الأمريكية وما يتم الحديث عنه عن دفعة ثانية ثم ثالثة من هذه العقوبات. يعني في المقابل يعني الحديث عن عقوبات والحديث عن حزمة إنقاذ مالي، هناك أو حجب لمساعدات مالية، هناك الحديث عن مساعدات واجبة للسيطرة أو يعني احتواء هذه التداعيات الاقتصادية الكارثية على الاقتصاد اللبناني. يعني كيف تقيمها؟ هل ترى أنه المرحلة القادمة ستكون هناك جهود دولية من أجل تدفق المساعدات على لبنان؟ الواقع أن العالم العربي وخصوصا العواصم الرئيسية وأعني بها الرياض والقاهرة والأسرة الدولية المجتمع الدولي لم يقصر أبدا بمد يد المساعدة للبنان في أعقاب تفجير الرابع من آب. معظم الدول أوجدت جسرا جويا سريعا من المساعدات وقدمت يعني أكثر قد يكون يعني ما هو مطلوب وزيادة.
المضحك المبكي هو الحديث اللبناني في الداخل اللبناني كيف تتم التعامل مع بعض هذه المساعدات، تارة توزع على المحاسيب وتارة تذهب إلى أبواب الفساد والهدر والنهب. هناك حالة إرباك عامة يواكبها السوشيال ميديا والناشطين بشكل جدي، ومن واكب الداخل اللبناني خلال 48 ساعة الماضية كان هناك أمور يعني مضحكة وبالوقت نفسه صادمة حول بعض المساعدات وأين كان مصيرها. ولكن المهم في الإجابة على سؤالك هو نعم، العالم العربي لم يقصر، والمأساة التي حصلت في مرفأ بيروت كسرت العزلة العربية والدولية التي كانت مفروضة على الطبقة السياسية بلبنان، وأعادت تحريك الأمور من باب أو وقف المنقطع من باب المساعدات الإنسانية. نعم. على المنظومة السياسية المتحكمة في لبنان أن تستغل هذا الانفتاح من أجل إرسال إشارات إيجابية بأن لبنان ماض نحو الإصلاح، نحو محاربة الفساد، نحو مزيد من الشفافية والحوكمة، لكن للأسف هذه الأمور لم تحصل حتى الآن. إذن سيد أحمد الزعبي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى مراسلتنا كلودي أبي حنة. كلودي، إلى أين وصل الأمر فيما يتعلق بالحريق وجهود السيطرة عليه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ مدير عام مرفأ بيروت باسم القيسي توقع أن يتم إخماد النيران في غضون ساعة من الآن حسب ما أعلن قبل قليل، مؤكدا أنه يتلقى التقارير من أشخاص موجودين على الأرض في المرفأ، ومعتبرا ومؤيدا من الصليب الأحمر بأن هذا الحريق الهائل الذي اندلع في مرفأ بيروت لن يتسبب بأي انفجار. أيضا أوساط الصليب الأحمر تؤكد أن ليس من ضحايا نتيجة هذا الحريق، إنما هناك إصابات باختناق نتيجة الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة. الأسباب باتت معروفة، أسباب المباشرة للحريق بأن النيران اندلعت في براميل زيت قلي، وهذا الحريق امتد إلى إطارات مطاطية والتي اشتعلت بدورها، وهذه الإطارات هي التي أدت إلى كثافة الدخان وسحب التي رأيناها السوداء التي غطت سماء العاصمة بيروت والمناطق المحيطة بالعاصمة. ولكن ما هي الأسباب الفعلية الأساسية التي أدت إلى الشرارة التي أوقعت الحريق؟ هذا الأمر يخضع لتساؤلات عدة. دعوني أشير إلى ما يتم تناقله بين اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الاتصالات الهاتفية التي تنهال بكثافة. أولا، أن الحريق مفتعل برأي كثيرين من أجل تغطية معالم انفجار المرفأ والقضاء على مسرح الجريمة، هذا ما يقوله البعض. بعض آخر يربط بين هذا الحريق وبين التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي طيلة هذا النهار في سماء بيروت وصولا إلى مناطق أخرى محيطة بالعاصمة اللبنانية، وبعض ثالث يقول إن هذا الحريق نتيجة إهمال وفشل المسؤولين الإداريين المباشرين على مرفأ بيروت، وأيضا نتيجة فشل المسؤولين الأعلى منهم الذين فقدوا السيطرة على متابعة شؤون هذا البلد بدءا من المحافظة على السلامة العامة. بلبلة كبيرة في لبنان نتيجة هذا الحريق المتجدد، حتى الآن لم نسمع مسؤولا يعبر عن رأيه فيما حصل. المفارقة أن وزير الخارجية الكندي غرد قبل قليل على تويتر وقال نشعر بالصدمة بعدما عرفنا أن حريقا ثانيا اندلع في مرفأ بيروت. وأود أن أشير إلى أن هذا الحريق ليس الثاني، هو الثالث، لأن حريقا آخر كان قد اندلع قبل بضعة أيام ولكن تم التوصل إلى إخماده بشكل سريع حينها. جهود الإطفاء لا تزال مستمرة. الجيش اللبناني استخدم سيارات إطفاء المزيد منها قبل قليل من أجل وضع حد لهذا الحريق، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني وأعمال، وهذه الجهود لا تزال متواصلة بكثافة حتى هذه الساعة. هذا هو الوضع من مرفأ بيروت حتى الآن.
طيب يعني أيضا هناك دعوة للمواطنين بالابتعاد عن محيط الحريق، هل حدث ذلك بالفعل أم أن هناك تزاحم في منطقة الحريق؟ زحمة السير الكثيفة تسجل في مناطق الأشرفية مرم خايل، وخصوصا أن الجيش اللبناني قطع الطرق المحيطة والتي هي بموازاة مرفأ بيروت، وهذا الأمر أدى إلى كثافة التوجه إلى المناطق الداخلية وإلى المناطق العليا في الأشرفية نتيجة الهلع الذي أصاب المواطنون الذين بدأوا بمغادرة المنطقة خشية من حصول انفجارات أو إنارات أو أن يؤدي الأمر إلى تصدع، وهربا من الدخان الكثيف وأثاره الكارثية على الصحة. الكثيرون بدأوا يهربون، ولكن يعني الزحمة على الطريق بدأت تتراجع، الدخان في سماء لبنان بدأ يخف ولكنه لا يزال يغطي، السحب الكثيفة لا تزال تغطي سماء لبنان، ويعني الأمر لا نزال تحت وطأة هذا الحريق الهائل. ويعني أشير إلى أن الحريق أدى إلى هلع كبير، أولا بين الذين هم موجودون في داخل المرفأ بدأوا يركضون يمنة ويسرى من أجل أن يسعوا لوضع حد لهذا الحريق الهائل، وعندما بدأ الناس يتناقلون الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدأ الهلع في كل مكان. اللبنانيون لم ينسوا حتى الآن آثار انفجار المرفأ، ويبدو أن هذا الحريق هو زاد على معاناتهم معاناة أخرى، ويعني هم الآن تحت وقع الصدمة. في الواقع أنا شخصيا أتلقى اتصالات من مختلف المناطق اللبنانية، ويؤكد لي الأشخاص الذين أتمكن من التواصل معهم بأنهم هم أيضا من مناطقهم من بيوتهم البعيدة عن العاصمة أيضا يرون سحب الدخان الكثيف الذي يغطي لبنان. هذا هو المشهد في لبنان، رعب لدى الناس، يعني فقدان السيطرة من قبل المسؤولين، حريق في المرفأ لا ندري أسبابه الحقيقية حتى الآن، حتى أن مدير عام المرفأ باسم القيسي يقول لا يمكنني التكهن بأسباب الحريق، هو أيضا لا يدري، لا أحد يدري. في أي حال ناشطون مدنيون تداعوا للاعتصام في منطقة قريبة من المرفأ هذا المساء تحت شعار يكفينا كذبكم ويكفينا فشلكم. إذن يعني الوضع لا يزال على حاله من البلبلة، من الخوف، من الغضب ومن النقمة، وحتى الآن يعني أيضا ما يتم تناقله بين اللبنانيين أنه لن نعرف ربما حقيقة هذا الحريق ولماذا اندلع في هذه المنطقة المليئة بالقوى الأمنية في منطقة المرفأ التي تضج بعناصر القوى الأمنية، لماذا اندلع لن نعرف. هذا هو لسان حال اللبنانيين الذين كانوا قد وعدوا من قبل الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها الدكتور حسان دياب أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، انفجار الرابع من آب، سوف يبرز وسوف يطلعون عليه في غضون 5 أيام. الآن مضى شهر وأسبوع على هذا الانفجار ولا ندري في الحقيقة، ولم نستمع إلى أي خبر من هذه الحكومة من المحققين، لماذا اندلع انفجار مرفأ بيروت، ما هو السبب، هل هو إهمال، هل هو عمل أمني، هل هو اعتداء، لا أحد يدري، وسوف ينسحب هذا الأمر على الأرجح كما يقول اللبنانيون على هذا الحريق. طبعا نحن يعني أنقل إليكم ما يتم تناقله هنا، ما هي حقيقة الأوضاع الميدانية الآن على الأرض، ماذا يقول اللبنانيون، ولكن طبعا نترصد أيضا إذا ما كان سيصدر أي موقف، أي توضيح من قبل المسؤولين لناحية يعني توضيح وشرح لماذا اندلع هذا الحريق الهائل بعد ظهر هذا اليوم. طيب يعني كما أشرتي كلودي أن مدير المرفأ يتحدث عن أن إخماد الحريق قد يستغرق ساعة، هل تشير المؤشرات إلى ذلك؟ هل بدأ سحب الدخان تتضاءل قليلا؟ لا نستطيع التكهن بدورنا، ولكن يعني سحب الدخان هي لم تعد سوداء كما كانت في بداية اندلاع الحريق. زميلي علي صبرة يريكم نوعا ما أن السحب بات لونها رماديا ولم يعد أسود كما منذ حوالي نصف ساعة أو 40 دقيقة.
من الآن بدأ اللون يتراجع، ولكن لا أستطيع التكهن إذا ما كان الحريق بالفعل تمت السيطرة عليه، لأنه قد يعود ليندلع في أي لحظة أخرى نتيجة وجود المواد الكثيرة القابلة للاشتعال في هذه المنطقة. الجيش اللبناني ومدير عام المرفأ أكدا أن ما أدى إلى هذا الحريق الهائل هو وجود براميل زيت يعني قابلة للاشتعال بشكل قوي، إضافة إلى دواليب مطاطية أيضا قابلة للاشتعال في شكل قوي. هل هناك مواد أخرى قابلة للاشتعال؟ ناشطون ومتابعون ومراقبون يؤكدون أن مرفأ بيروت مليء بهذه المواد القابلة للاشتعال. هل ستتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها ومن إخماد الحريق؟ هذا ما نأمله، ولكن لا نستطيع تأكيده. يمكننا فقط نقل ما يعلنه المسؤولون، وهم أيضا على اطلاع على التقارير التي تصلهم من منطقة المرفأ، ولكن جهود الحريق لا تبدو سهلة كثيرا. يعني سيارات الإطفاء التي تم استخدامها تعمد على إخماد الحريق، على يعني رش كميات كبيرة من المياه، وتم استخدام المزيد والمزيد قبل لحظات من الآن. حتى هذه اللحظة هناك بداية للسيطرة على الحريق حسب الصليب الأحمر، ولكن يعني سوف ننتظر إذا ما كان سيتم إخماد الحريق. المهم أن ليس من ضحايا حسب الصليب الأحمر، هناك حالات اختناق، وأن الحريق لن يتسبب بانفجارات محتملة. هذا الأمر، هذا الاحتمال هو الذي أدى إلى رعب الناس، إلى رعب المدنيين الذين بدأوا يرقدون. وأذكر بأن الناس يعني تعود تدريجا إلى هذه المنطقة المحيطة بالمرفأ، هناك الكثير من المكاتب، من الشركات، الناس عادوا من أجل إعادة الأعمار، يعني لم يعودوا لاستئناف حياتهم، لأن استئناف الحياة يتطلب وقتا طويلا، الأعمار يتطلب وقتا طويلا، التأهيل وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه يتطلب الكثير من الوقت، سواء في المنازل أم في الشركات والمؤسسات والمكاتب. هم يعودون إلى هذه المنطقة بشكل تدريجي من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، من أجل التواصل مع الجيش اللبناني، مع الجمعيات التي تقدم المساعدة في إعادة الأعمار، ولكن ليس من أجل استعادة حياتهم الطبيعية. فما أدرى وماذا يكون حالهم عندما يكونون في هذا الوضع من مواجهة الكارثة التي حلت بهم، بحياتهم، بأقاربهم، بأعمالهم. يواجهون الكارثة، يعضون على الجروح الكثيرة، يحاولون أن يصمدوا ويقفوا من دون مساعدة رسمية فاعلة، ويأتي هذا الحريق يعني يعيدهم إلى الوضع الأولي من الذعر والهلع الذي كان في الرابع من آب. وكأن هناك من يقول لن تكون لكم قيامة، لن تستطيعوا معاودة حياتكم الطبيعية. الأزمات بالفعل تتتالى في لبنان، من أزمة إلى أخرى، من حادث إلى آخر، من وهلة إلى أخرى. هذا الأمر صعب جدا، ونرى أن كل اللبنانيين يتعاطفون مع بعضهم البعض. يعني ليست الوهلة فقط على أبناء هذه المناطق المتضررة المحيطة بمرفأ بيروت، الوهلة على كل اللبنانيين. كثيرون من اللبنانيين في مناطق أخرى يتحدثون عن فقدان ثقتهم بهذه السلطة. هم يعني طبعا ربما لا يتهمون هذه السلطة، ولكن السلطة مسؤولة. إن لم تكن السلطة تستطيع أن تكون مسؤولة بالفعل وأن تستبق هكذا أحداثا، فلماذا أصلا تبقى هذه السلطة؟ كانوا يعني يكررون على مسامعنا أجهزة ورؤساء ومجالس أعلى للدفاع بأن لبنان وبأن السلطة في لبنان تقوم بعمليات استباقية لعدم حصول أعمال أمنية في لبنان. الآن المطلوب إدارة جيدة، لماذا لا تكون هذه الإدارة الجيدة استباقية إذن؟ لماذا يحصل ما يحصل؟ الأسئلة كبيرة جدا. هل هناك مخطط ما للبنان؟ هل هناك افتعال لهذه الحوادث والسلطة غائبة عن الوعي، لا تستطيع أن تواجه؟ ما الذي يحصل؟ هذه الأسئلة كلها مطروحة وسط هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه اللبنانيون، والذي يعني يتجدد كل فترة وتجدد بعد ظهر هذا اليوم في الحريق الهائل في مرفأ بيروت. كل دي بالعودة إلى جهود السيطرة على الحريق. يعني المواد، مواد شديدة الانفجار أو قابلة للاشتعال عفوا، ماذا عن المواد المستخدمة في إطفاء الحريق؟ هل لديك معلومات عن ماهية هذه المواد؟
يعني كما شاهدت استخدام خراطيم المياه بشكل قوي وبشكل مكثف جدا، وأيضا كان الجيش اللبناني تحدث عن الطوافات ويعني سيارات الإطفاء مع الطوافات مع جهود الدفاع المدني، كلهم يعني يتشاركون عمليات وضع حد لهذا الحريق الكبير. هذه الجهود نعم طبعا الطوافات تلعب دورا بإخماد الحريق، ولكن أيضا يعني لماذا لم يتم إفراغ المنطقة من المواد المشتعلة؟ هذا الأمر يعني من المستبعد أن يتم إبعاد ما تبقى من مواد مش قابلة للاشتعال عن مكان الحريق، لأن هذا الأمر فيه الكثير من المخاطر على الأشخاص الموجودين والذين يشاركون في الحريق. ولكن طبعا يعني نوجه التحية لهؤلاء الأشخاص الذين اندفعوا من أجل إطفاء الحريق، من رجال الدفاع المدني، من عناصر الجيش، من عناصر الصليب الأحمر اللبناني، هؤلاء الأبطال الحقيقيون في لبنان الذين يواجهون المشكلة عندما تقع. ولكن طبعا في لبنان نحتاج إلى أبطال حقيقيين لا يدعون من مجال لوقوع المشاكل والأزمات، هذا ما يحتاج إليه لبنان. هؤلاء هم الأبطال الذين يعني ينادي اللبنانيون بأن يكونوا موجودين في بلدهم، أما الأبطال الآخرون الذين يهرعون للميدان، الذين يعرضون حياتهم للخطر، هم كثر في لبنان، هم شجعان ويعني يقدمون التضحيات ويقدمون حياتهم من أجل المساعدة. والآن رأينا من خلال عمليات إطفاء هذا الحريق الهائل في مرفأ بيروت كيف أن الكثيرين من هؤلاء الشبان يندفعون لإطفاء الحريق، وذلك وسط أجواء تدعو إلى التوقف وإلى حبس الأنفاس من الرعب ومن الخوف نتيجة هذا الحريق المشتعل، وإلى جانب هذه المنطقة المنكوبة في المرفأ. هذا الأمر يعني يدلل على مخاطر كثيرة، يدفع إلى طرح التساؤلات ويدفع بالحاجة الماسة للحصول على أجوبة حقيقية لما يحصل في لبنان في هذه المرحلة. كثيرون ربطوا بين الوضع السياسي وبين حريق مرفأ بيروت، لا يمكننا التكهن، لا يمكننا ربط الأمور ببعضها إلى هذه الدرجة، ولكن ما يعيشه اللبنانيون ليس أمرا طبيعيا، وليست الأوضاع عادية في لبنان في هذه المرحلة. ومن أجل ذلك هناك الكثير من التساؤلات المطروحة. دعيني أشير مثلا إلى أن إشكالات توصف بأنها فردية تقع في منطقة معينة من لبنان أو في أحد أحياء بيروت، يتحول هذا الإشكال الفردي إلى عملية أمنية وإلى حرب شوارع وإلى استخدام كثيف للرصاص. هذا الأمر يعني يدفع اللبنانيين إلى التعب، إلى الخوف، إلى طرح التساؤلات لما تخبئه المرحلة المقبلة، إلى استخدام بلدهم، إداراتهم، مؤسساتهم، مرافئهم لتحقيق أو لتوجيه رسائل. الآن لن أستفيد أكثر يعني في هكذا تحليلات، ولكنني أطرح تساؤلات مشروعة هنا يطرحها اللبنانيون عندما يتمكنون من أن يجلسوا مع بعضهم البعض أو أن يتحدثوا بهدوء أو أن يفكروا، لأن حتى هذه الأزمات المتتالية باتت تمنع على اللبنانيين التفكير وباتت تمنع عليهم الهدوء. ولكن عندما يلتقي لبنانيان مع بعضهما البعض، هذه هي الأسئلة التي تطرح: لماذا نعيش هكذا وضعا استثنائيا وغير عادي في لبنان؟ هل إن المسألة تتصل فقط بفشل هذه السلطة؟ بالطبع السلطة فاشلة، السلطة يعني غير آبها بمشاكل اللبنانيين، ولكن أيضا الوضع على الأرض يدفع إلى الكثير من الخوف، من القلق، مما قد يأتي أيضا من أزمات إضافية متتالية. هل هناك رصد كلودي لرأي الشارع المحتقن بالأساس ضد كل ما يحدث على الصعيد السياسي، ويحمل النخبة الحاكمة مسؤولية ما يحدث أيضا على الأرض؟ نعم بالطبع، يعني كما ذكرت لك هناك دعوات للاعتصام في 6:00 PM هذا اليوم، هذا المساء، قرب المرفأ على أمل أن يكون الحريق قد انتهى. وأيضا هناك دعوات للاعتصام مثلا السبت بعد غد أمام القصر الجمهوري، دعوة أخرى للاعتصام في منطقة حريصة في ذكرى 40 انفجار المرفأ، حيث يعني يتداعى الناشطون ليكونوا إلى جانب البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا إلى حياد لبنان لإنقاذه من مآسيه. يعني الدعوات إلى الاعتصام تتكرر، ولكن
تبقى هذه الدعوات غير ذات فعالية إذا لم ينضم إليها مئات الآلاف من اللبنانيين. هناك أشخاص كثيرون في لبنان، ناشطون مدنيون، يتمسكون برفع الصوت في الشارع ويقولون بأن في الشارع نستطيع أن نؤكد للعالم أننا ناقمون، أننا غاضبون، أننا لا نريد هذه السلطة. ولكن في المقابل مئات الآلاف غير هؤلاء لم يعودوا يؤمنون بالشارع ويعتبرون أن تحركات أكتوبر التي شارك فيها مئات الآلاف لعناوين اقتصادية ومعيشية، هذه التحركات تم إفراغها من مضمونها. وعندما كانت تنزل العائلات وينزل الأشخاص الذين هم مسالمون إلى هذه التظاهرات، كان بعض من في السلطة يعمد إلى إغراق تحركاتهم السلمية بتحركات أخرى عنفية. هؤلاء فقدوا الإيمان بالشارع. ولكن يعني أعود وأؤكد بأن الدعوات لا تزال مستمرة، قد لا تأتي بعدد كبير من الناس، ولكن الجميع هناك نقمة في لبنان، هناك غضب، هناك خوف، هناك أيضا يأس وتعب، لأن هذا اليأس والتعب دفع بكثيرين في الأيام الأخيرة إلى مغادرة لبنان. أعرف عائلات كثيرة غادرت لبنان إلى بلدان أخرى، منهم من لديهم جنسيات أخرى، غادروا استخدموا باسبوراتهم الأجنبية وغادروا لبنان بعدما كانوا هنا يعملون وأولادهم في المدارس اللبنانية. وبعض آخر ليس لديهم جوازات سفر أجنبية، ولكنهم أيضا تمكنوا من المغادرة فيز سياحية ويريدون الحصول على إقامات في بلدان أخرى وعدم العودة إلى لبنان. يعني هؤلاء يعني حالات كثيرة من الذين نعرفهم ومن الذين نسمع عنهم يعمدون إلى ذلك. الرأي العام بين الغضب وبين اليأس وبين التعب وبين القلق من المستقبل، هذا هو حال اللبنانيين في هذه المرحلة الاستثنائية وغير المسبوقة التي يعيشها لبنان واللبنانيون. إذن كلودي أبي حنة مراسلة الغد من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذا أو كانت هذه تغطية للحريق الهائل الذي اندلع منذ قليل في مرفأ بيروت، ونستكمل نشرتنا وأخبارنا بعد قليل.